ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتمسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم
رضيتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Ketika Allah di dalam ayat 16 ini menyatakan bahwa Nabi Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung atau bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu." Nabi Sulaiman juga memahami bahasa yang digunakan oleh semut. Karena itu pada ayat 18 dinyatakannya bahwa Sulaiman bersama pasukannya melewati suatu lembah semut dan berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya sedang mereka tidak menyadari." Seorang yang membina dirinya, mengasah daya kalbunya, akan mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia yang tidak mengasah daya kalbunya itu. Ini tercermin ketika Nabi Sulaiman berkata kepada stafnya, jin, manusia, dan lain-lain, siapa yang dapat mendatangkan singgasana Ratu Balqis yang ketika itu berada di Yaman, sedang pusat kekuasaan Nabi Sulaiman di Palestina. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Berkata yang cerdik, yang jenius dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Yakni, kalau biasanya Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya di siang hari, itu berarti dalam setengah hari, singgasana itu yang berada di Yaman mampu diantar hingga sampai ke Palestina.